نروح على حاجة لطيفة بتجري. حصل إلزام لمقدمي الخدمات الترفيهية باستخدام أكواد للتفعيل Activation Code. ليه بقى؟ علشان انت عارف لما ساعات بتدي الخدمة الترفيهية دي، لما بتبقى انت مقدم خدمة فيبقى مثلا يوسف اشترك، فيوسف بيدخل مع يونس ويدخل مع نديم ويدخل مع أشرف ويدخل مع شطة وبتاع، بنعمل حدوتة كده. فإيه اللي يحصل؟ إنه يتم الإلزام بإنه يبقى فيه كود التفعيل الأكتيفيشن كود علشان نقضي على ظاهرة إشراك العلماء العملاء في الخدمة بدون علمهم. لأن اللي بيحصل إيه؟ الشركة كده تقف عليها قصة بخسارة، يعني بيطلع واحد بس اشترك في الخدمة تلاقي العيلة وعيلة العيلة والجيران والعمارة كلها معاه. مهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالسادة المشاهدين، وانا سعيد طبعا بالمداخلة دايما مع حضرتك. والله ده احنا بنبقى اسعد، اول ما نسمع صوتك بنبقى فرحانين، عارفين ان في حاجات ايه قاعدة شغالة وبتتعمل وحاجة زي الفل، وبالذات السوبر اب ما نساهوش. والله العظيم انا لسه مشترك فيه شغال، يعني 100 100. طب الحمد لله تمام. عايز نتكلم اكتر على مساله الاكتيفيشن كود او اكواد التفعيل لمقدمي الخدمات الترفيهيه، نفهم اكتر عشان المواطن يبقى فاهم اكتر اللي ليه واللي عليه. تمام يا فندم. احنا الفتره الاخيره زي ما قلت لحضرتك تبنينا استراتيجيه ليه حول المستخدمين، حلو. وكان من اهم الاستراتيجيه دي ان احنا نطلق مبادرات وكثير من الاطر التنظيميه. كان مهم جدا ان احنا نطور مركز تلقي الشكاوي الخاص بالجهاز، وده بالفعل النهارده صدر التقرير الخاص بتلقي الشكاوي للنصف الاول من عام 2022، وجالنا فيه حوالي 143 الف شكوى. كان مهم جدا ان احنا نرصد نبض الشارع، نبض المواطن، وكانت من اهم الحاجات اللي دايما كان بيشتكي منها المواطن اللي هو زي ما حضرتك قلت ان في بعض الخدمات ان المشترك بيشترك فيها بدون علمه، وبالتالي الجهاز الزم شركات الاتصالات بصفه عامه ان دايما اي خدمه يشترك فيها المواطن وخاصه الخدمات الترفيهيه يكون عن طريق كود وليس عن طريق ادخال المواطن بصفه خاصه، وبالتالي ملزمه شركات الاتصالات كلها ان هي كافه الخدمات ما يدخلش العميل بدون علمه. وكمان زي ما قلنا لحضرتك ان كان في كود الجهاز اطلقه من اكثر من عام اللي هو نجمه 155 شباك، هذا الكود يستطيع العميل ان اشترك في اي خدمه من هذه الخدمات ان يتصل مجانا بهذا الكود ويستعلم عن كافه الخدمات اللي مشترك فيها، ولو في خدمه من الخدمات اشترك فيها بطريقه تلقائيه يستطيع الخروج من خلال هذا الكود من الخدمه دي. ايوه، يعني ما يجيش مثلا ابقى انا مثلا عميل تبع اي شركه وفجاه الاقي نفسي من غير ما انا اخد بالي مشترك في خدمه بتاعه مش عارف رينج باك تون، والاقي اللي يكلمني اصلها حصلت لي بيسمع سابني وراح يا هوا. بالظبط، انا اتخضيت. مش كده مش كده وبس، كمان ده قولي مين اللي سابك وراح قبل الخدمه، قبل ما تشترك بيها بيقول لك نوعيه الخدمه هي ايه، تكلفه الخدمه هي ايه، الكود اللي ممكن تشترك منه من الخدمه، لازم يكون في الاول شرح للخدمه والتكلفه كمان. لو اشتركت في الخدمه بيجي لك رساله فور الاشتراك في الخدمه بيقول لك حضرتك اشتركت في الخدمه دي بالفلوس دي والحساب هيكون بالطريقه دي، ومع كل خصم بيتم في الخدمات دي بيجي لك رساله مع كل خصم، وفي نهايه الخصم يقول لك لو حابب تخرج من الخدمه دي ادي الكود بتاع الخروج كمان. حلو، يعني اللي يخش على نجمة 155 شباك هيشوف الخدمات ويعرف هو مشترك في ايه ولو مش عاوزه يلغيه. مظبوط يا فندم، الخدمة دي مجانية على كل شركات المحمول. حلو. اي حد يجربها دلوقتي يستطيع ان هو يخرج من الخدمات لو حابب يخرج، وممكن يخش في الخدمة تاني عن طريق الكود الخاص بالخدمة، وبالتالي ده ضمانة زيادة كمان لو انت دخلت من الخدمة تقدر تخرج منها، لكن دخول الخدمة نفسها لازم يكون عن طريق اكواد التفعيل اللي حضرتك اكتيفيشن كود واللي احنا التزمنا بيها الشركات. رائع رائع رائع، وهو المتوقع دائما من ان تي ار اي، شيء متوقع انكم دايما بتتابعونا ومصلحه العميل هي نمره واحد. اشكرك جدا، رقم واحد يا فندم. اشكرك جدا، ربنا يخليك باشمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمه السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. انا من الناس بصراحه وبامانه والله العظيم اللي فرحان جدا بالخدمات اللي بيقدمها الان تي ار اي، حاجه عظمه عظمه، وتاني بالذات السوبر اب عجبني بشكل